بارك الله فيكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ صالح، يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا شك حفظكم الله ونحن على أعتاب عام هجري جديد، لا شك أن محاسبة النفس من أصول الشرع وأيضا من لوازم العقل. كيف يقف المسلم أمام تغير هذه الأيام وتتابع الليل والنهار حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب على المسلم أن يحاسب نفسه في كل وقت، ليس في وقت دون وقت، ولا عندما يقال إنه نهاية العام وبداية العام، وإنما يحاسب نفسه في كل وقت، يزداد من الحسنات ويتوب من السيئات في كل يوم، بل في كل ساعة. هذا هو شأن المسلم. أما قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات في سياق ما ذكره الله جل وعلا في سورة آل عمران عن وقعة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين من القتل والجراح ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم وتمحيصا لهم، وليس هو لإهلاكهم. ولهذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا. الذين آمنوا عند هذا الموقف فصبروا على ما أصابهم واسترجعوا وحاسبوا أنفسهم عن سبب ما أصابهم. وليعلم الله الذين آمنوا، الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن المراد به هنا علم الظهور عند حصول الشيء، وإلا فالله يعلمه قبل حصوله، قد كتبه في اللوح المحفوظ. ولكن هذا العلم إنما هو علم ظهور عند حصول ما قدره الله سبحانه وتعالى. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ما أصاب المسلمين من القتل فإنه شهادة في سبيل الله للمقتولين، فهو من صالحهم، لأن الشهداء أجرهم عند الله عظيم ومنزلتهم عند الله عالية، وهي خير من الدنيا وما فيها. وهذا من الحكمة فيما يجريه الله على عباده، أو ما أجراه الله على عباده المؤمنين في هذه الوقعة. والله لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين والظالمين. ليس معنى أنه أدال الكفار على المسلمين في هذه الوقعة أنه يحب الكفار ويبغض المؤمنين، لا، بل العكس، لأنه يحب المؤمنين ويمحصهم ويتخذ منهم شهداء، وهو لا يحب الكافرين، بل إنه سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. ثم قال جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا. هذا من الحكمة أيضا، أن ما أصاب المسلمين في هذه الوقعة أنه تمحيص لهم، تخليص لهم من ذنوبهم، تطهير لهم. وليمحص الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين. هذا أيضا من الحكم، أن الله جل وعلا
يعلم من يصبر عند المصائب ومن يجزع، فإن المنافقين جزعوا وأما المؤمنون فإنهم صبروا احتسبوا الأجر من الله عز وجل، فقوي إيمانهم وعظم يقينهم وأملهم بالله سبحانه وتعالى.